بعد إخفاق مرير في التأهل لنهائيات مونديال فرنسا 98 وسقوط مدوي أمام رفاق العملاق جورج وايا، أعقبه التأهل بشق الأنفس لنهائيات الكان في بوركينا بعد الفوز على السنغال وأثيوبيا. دخلت كتيبة الجنرال الراحل محمود الجوهري الاستعدادات النهائية لخوض غمار الكان في يناير سنة 1998. نتائج المباريات الودية وتراجع مستوى عدد كبير من القوام الأساسي للفراعنة على رأسهم الهداف حسام حسن اللي طالبوا البعض بالاعتزال الدولي، جعل جماهير الكرة المصرية تحط إيديها على قلبها من خروج مخزي ومبكر من نهائيات الكان، خصوصاً إن آخر تصريح الجوهري قاله كان مضمونه: إحنا هناخد المركز الـ13 في البطولة، دخلنا أجواء المنافسة وعلى عكس المتوقع سجلنا حضور قوي في ضربة البداية أمام موزمبيق وكسبنا 2-0 سجلهم حسام علشان نحصد أول 3 نقط في سباق التأهل عن المجموعة اللي ضمت مع مصر وموزمبيق زامبيا والمغرب. المباراة التانية كانت واحدة من أصعب الاختبارات لرفاق النجم حازم إمام، هنلعب مع زامبيا اللي بقالها أكتر من 5 سنين بتكسب مصر في أي مناسبة، وعلى عكس المتوقع اكتسح الفراعنة التماسيح الزامبية برباعية مدوية، سجل منها حسام ثلاثية وياسر رضوان الهدف الرابع، ومن هنا بدأت نغمة التفاؤل من الجماهير المصرية بإمكانية تحقيق مفاجأة والوصول لنهائي الكان. وفي لقاء الجولة الثالثة أمام المغرب أقوى منتخب إفريقي وقتها، وقبل نهاية المباراة بثواني خطف النجم مصطفى حجي هدف الفوز لأسود الأطلس علشان يحط منتخب مصر في مواجهة نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع أفيال كوتيفوار، واللي حسمها الفراعنة وتألق فيها النادر السيد، وصعدنا لأول مرة للدور قبل النهائي من أيام 86. في لقاء الدور قبل النهائي أوقعنا القدر في مواجهة الحصان الأسود البوركيني على ملعبه ووسط جماهيره، هدفين ولا أجمل سجلهم الهداف حسام حسن في ليلة تألق الثعلب حازم إمام والجناحين ياسر رضوان ومحمد عمارة علشان نوصل لنهائي الحلم أمام منتخب البافانا بافانا حامل اللقب في مباراة عودة الزعامة الإفريقية لفراعنة وادي النيل. دخلنا النهائي في ليلة 28 فبراير وعلى ملعب واجادوجو، سطر الفراعنة تاريخ جديد وبعد 5 دقايق بس كانت قذيفة الصقر مدوية في شباك الخصوم، بعدها الهدف ثلاثي الأبعاد اللي سجله طارق مصطفى عن طريق أسيست حسام وقبله هاني رمزي علشان يفجر كل براكين الفرحة في القاهرة وكل محافظات المحروسة، وخرجت الجماهير مع وصول بعثة المنتخب للمطار علشان تقابل الأبطال في أجمل زفة مصرية لملوك إفريقيا.